مرحبا بكم في مدارس الوطن العربي للصف السادس الأساسي لمادة اللغة العربية. نستكمل مع الحديث عن مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للشباب. سنتعرف على بعض المعاني الجديدة في النص. مسؤوليات، مهمات، تحديات، صعوبات، يجني، يقطف. مخرجات، نتائج، طموحات، أهداف. جديرين، ما أنتم أهل له. نودع، نضع وديعة. آفاق، مجالات، الرحبة، الواسعة، التنويري، الهداية للحقيقة، مسلوب الرأي، لا رأي له. محصور الأفق، غير واعي، عديم الاكتراث، غير مهتم. الانغلاق، الانطواء على الذات، الباسلة، الشجاعة. سياج، سور. الازدهار، التقدم، يعضدكم، يساندكم. أما الآن سننتقل إلى استخراج القواعد من النص. ضمير المخاطب. قبل الحديث عن ضمير المخاطب، سنتعرف أن الضمائر تنقسم إلى قسمين، منها ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. والضمائر المنفصلة أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ضمير مخاطب، ضمائر مخاطبة، وضمائر غائبة، وضمائر متكلمة. من إحدى ضمائر المخاطبة ألا وهي أنت. نعم، فعل مضارع منصوب ناقص. كما تعلمون يا طلابي أن فعل المضارع ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، منها فعل المضارع المرفوع مثل يدرس، وفعل المضارع المنصوب مثل أن يدرس، وفعل المضارع المجزوم مثل لم يدرس. هنا جاء فعل مضارع منصوب ناقص ألا وهو لتكون مخرجاتها إيجابية. هنا جاء الفعل المضارع منصوبا لاتصاله بلام التعليل. تكون إعرابها فعل مضارع منصوب ناقص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اسم تكون مخرجاتها. إعرابه اسم تكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إيجابية خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اسم موصول التي أداة نداء أيها ويا. اسم منادى شباب. لننتقل إلى الدرس، جاءت هنا يا شباب الأردن الغالي. جاءت هنا يا أداة نداء شباب، جاءت منادى. جمع المؤنث السالم. كما تعلمون أيضا يا طلابي قد قمنا بالحديث عن جمع المؤنث السالم، وهو اسم مؤنث عند جمعه نضع ألف وتاء زائدة على هذا الاسم. جمع المذكر السالم أيضا قمنا بالحديث عنه، وهو اسم مذكر نقوم عند جمعه بإضافة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتين النصب والجر، وتكون زائدة أيضا. حرف نصب. هنا جاءت لن، ولكن لنستذكر معا ما هي حروف النصب ألا وهي لن، أن، كي، حتى، ولا. دعني. حرف جزم. حرف الجزم هنا جاء عندنا لام الأمر. وحروف الجزم كما تعلمون يا طلابي أنها لم، لا ثانية، ولا بالأمر. اتصلت بفعل المضارع المجزوم لام الأمر، أصلها لتجعل، حذفنا هنا النون، أصلها تجعل نون لاتصالها بلام الأمر، وإعرابها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ظرف مكان بين. اسم تفضيل أبرز. اسم إشارة